وسط عالم مليء بالتحديات وواقع يشهد كثيرا من المتناقضات ومستقبل يحمل كثيرا من المتغيرات، تبرز الحاجة إلى قراءة معمقة نجيب من خلالها عن كثير من التساؤلات. قضايا فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية تشغل الرأي العام العالمي وتثير كثيرا من التساؤلات. المفكر الاقتصادي العالمي، القائد العالمي للمعرفة، الدكتور طلال أبو غزالة، يضع روشتة لكل تلك التحديات ويجيب عن تلك التساؤلات في شر البلية ما يضحك، الخميس 5:30 مساء على تان تي في، رؤية من منظور مختلف.